مستمرين يا أصدقاء في Calculus 1 والـ Implicit Differentiation and Inverse Trigonometric Functions، وكما وعدت سأقوم الآن بحل هذه المسألة وهي y equal cosine of x raised to the tan of x. وأكون عندي function of x مرفوع إلى قوة وهي أيضا function of x، سنحتاج إلى لن، فبيصبح عندي ln of y equals ln of cosine x to the tan x. وسنستخدم خصائص ln function، رح ناخذ هذا الباور وننزله ونضربه بالlin بهذا الشكل. إذا يصبح عندي ln of y tan x مضروبا في ln of cosine x. رح نبدأ بالدريفاتيف، والدريفاتيف of y ln of y هي y برايم على y، وعندي هون زي ما انتم شايفين برودكت رول، عندي هذا الأول وعندي هذا الفانكشن الثاني tan x، نحافظ عليه كما هو. الدريفاتيف of كوساين أو لين كوساين هي ماينس ساين اكس اوفر كوساين اكس، اللي هي دلوقتي ما داخل اللين على ما داخله، بلس سيكنت سكويرد اوف اكس وهي دلوقتي التان تايمز لين اكس كما هي. انا اعلم انه يوجد هون بعض السيمبليفيكيشن ممكن نسويه، يعني ساين اوفر كوساين تان، وتان تايمز تان تان سكويرد يعني بصير ماينس تان سكويرد، لكن انت غير ملزم بذلك، يعني لربما مش كل طالب يعرف هذا الشيء، ان والله ساين اوفر كوساين ايكوالز تان، او هو مش حاب يعملها تان. اتس اب تو يو، اذا عملتها تان او خليتها زي ما هي، هذا لا يغني عن الحق شيئا بالنسبه للامتحان وبالنسبه لطالب عدم المؤاخذه، يعني بحاجه الى انه يحصل علامه، فمش مهم هذا الشيء. وانا ايضا اخشى احيانا من الطالب انه احيانا بيعمل خطوه اجتهاديه ونترك ويرد وبيعملها غلط وبيخسر علامات، فتترك احيانا من الامور على ما هي عليه افضل. نرجع لسؤالنا، والمطلوب مني هو تو فايند واي برايم، بس اللي ظهر عندي واي برايم على واي، اذا راح اتخلص من هاي الواي فراح اضرب هذه الجهه بواي، وكل هذا راح يضرب ايضا بواي. نحذف y مع y، فتبقى عندي كما تروا y prime equals عندي tan x times minus sin x over cosine of x plus secant squared of x times ln x times y. ولكن هذه الواي لن نكتبها الآن y، وإنما سنعود للمسألة الأصلية كما تروا معي، أن y هي cosine x to the tan x، cosine x to the tan x، وبهذا يكون قد انتهى الحل لهذه المسألة بطريقة رسمية. بقي علي بهذا الصدد أن أتناول هذه المسألة. عندي x squared plus 5 raised to the 5 x plus 3، أي أن البيس polynomial والإكسبوننت أيضا polynomial، أيضا required بهذا السؤال هو to find y prime. find y prime، ابقى معنا حتى ترى بنفسك ماذا يحدث، وشكرا.